عرفت اتي ليا بزاف 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 بزاف. استاذي اسمعني، شوف اسمعني يا الاستاذ، انا بيني وبينك المحكمه، اسمعني نقول لك بيني وبينك المحكمه. ثانيا انا كنعرف حميد مزيان، حميد لو انه كان بغى يبيع ويشري كون راه ارشي ملياردير دابا في المغرب. الاستاذ انا اسمعني اسمعني، انا رسم لي على كرامتي والسمعة، انا ضربت عليه الحبس لسنين باش نبقى نقي. راه انا ما عمري طلبت من عند شي واحد شي فلوس، وما عمري تبزدت في شي ملف. هذا الموقع ما كيتلقاش فلوس اخوتي المغاربه، هذا الموقع كيعيش بالكفاف. اخوتي المغاربه مرحبا بكم، واحد السيد كينصب بسميتي على عباد الله. نعاودكم قصه قبل ما نعرض عليكم التسجيلات. شكيب مصبر واحد من الاصدقاء ديالي الرائعين والأوفياء، هذا صديق عزيز، مشيت عنده في إطار واحد القضية يعني عائلية البارح في الصباح. شاكيب مصبر عدل مشيت عنده كنهضر معاه، قال لي سي حميد، قال لي واحد السيد راه هضر معايا باش نهضر معاك وشي حاجة، قال لي ولكن أنا ديك الهضرة ما طمأنيتلاش، راه كنعرفك حميد أنت ماشي ديال هادشي. قلت له شنو؟ قال لي راه كيقولوا السي المهداوي 5000 درهم وينقص لينا شوية. قلت له كيفاش؟ بقيت مصدوم. قلت له قريب السيد سي شاكيب، قال لي قلت له عيط له دابا يجي. جا داك السيد جلس معنا، قلت له الشريف، قال لي سي، قال لي واحد السيد راه كنعرفو هو اللي قال لينا السي المهداوي راك نعطيه 5000 درهم والمهداوي هضر على القضيه. قلت له كيفاش يا الشريف؟ واخا تقدر تهضر مع السيد دابا قدامي. عيطنا لذاك السيد، عيط له قدامي. سمعوا خوتي المغاربه، هذاك السيد اللي عيط ما غنديرش يعني الصوت ديالو، اللي اساسي هو تسمعوا هذا الشخص اللي كينصب بالسميه ديالي. ومن بعد غتسمعوا حسن اليوسفي، انا غنجيكم القصه الحقوقي في تيفلت غيطلاقه، وغنسمعكم عاوتاني مكالمه جريتها من الاستوديو البارح من هنا مع هذا الشخص اللي كينصب بالاسم ديالي. وفي اخر الحلقه غنقول لكم ما هي العبره من هذه الحلقه، علاش اختاريت هذه العمليه، طبعا الى جانب المسطرة اللي غنسلك ديال القضاء. سمعوا خوتي اش كيقول هذا السيد هذا، سمعوا، نتمنى ربما الصوت يوصلكم مزيان. واحد النقطة مهمة، غيقولوا المهداوي غيقولوا واش مول موقع بديل، هذاك يقول اييه، يقول هو هذاك. كنا هضرنا معاه وقلت له نهضروا في هذا الشيء اللي مكلفة بالكوميرسيال. انا عندي شي وحدة مكلفة بالكوميرسيال المغاربة؟ ما عمري كانت عندي شي بنت في تاريخ مساري المهني مكلفة لي بشي كوميرسيال. قلت لها كونتاكت، قلت لها بانه غادي يدير الاوقات باش كيبغي يهضر على شي موضوع كيتخلص ياخذ فني السيجي اللي بغيتي تدوي عليه. السيدي كندوش معاه انايا زعما باش دوش معاهم هذا في الايميل، حيت هو ما كيبغيوش يعطيو النيميرو التليفون ديالو، حيت ديجا هو خرج دابا. قالوا المهداوي ما كيبغيوش يعطي الايميل التليفون ديالو، التليفون ديالي عند وقيله في فنلندا وكاينه في هولندا، عيطوا لي على الدبابات بالتليفون ديالي، العالم كيعرف التليفون ديالي. قالوا لا ما كيبغيش يعطي التليفون، حتى واحد ما عنده التليفون المهداوي، كنتعاملوا معاه بالايميل. واحد السيده مكلفه بتأت السيد بعدا لاسباب راعيت فيه، سمعت شي حوايج شي خطبه ولا شي بنت ولا عائليه، ما بغيتش ندير له صورتو وسميتو، لهاد الاسباب راه عيط له. سمعوا خوتي سمعوا. دابا اوبيرسيون ما كانش كيعطينا النمره التليفون ديالو. لا هادي كوميرسيال ديالو اللي كتكونتاكتي الناس، هي اللي زعما مكلفه بكل شيء ديالو. لا ما كنتش عليك، ما عنديش دابا حتى هضرنا كي عطى الايميل ديال الشركه ديالو ديال القناه ديالو. والله ما عرفت الطريقه حتى ما تولتش انا خديتها، غير زعما المعلومات هكا وصافي هادشي اللي خديت. كان خدام معايا ونوض معايا واحد الصداع، شو معقول هذه العباره؟ كان خدام معايا ونوضت انا وياه صداع، عقلوا هذه المعلومه، نوض معايا صداع، كان خدام معايا معلومه مهمه ونوض معايا صداع، اذا كيعرفني. حيت هو ملحد. هذاك الايميل ديال القناه ديالو هذاك، ما بغيتش يكونتاكتي ولا قال له واش يدوز لك شي ميساج ديالو ولا. اوكي ونكملوا هذاك الشيء ديال الصوريات، انا غادي نكون الدري صحابي اللي كانوا قايلين معايا وكذا راه باقي معايا، راه ديجا يكون عندهم من التليفون ديالو. لا المهداوي معروف، واحد اللي كاين. المهداوي اللي معروف، واحد اللي كاين، عقلوا هذه المعلومه، كاينه واحد. حيت ملي تسمعوا مكالمته عقلوا هذه المعلومات، دابس انا والمهداوي شخصيا، جوج كاين المهداوي واحد. ها واحد الوقت يقول كاين جوج مهداويات، غير سمعوا. واحد اللي كاين قاعد في المغرب كامل هو هذا. هو هذاك، هو اللي قلت لكم ايميل ديالو. علاش قال هو هذاك؟ حيت قطعت الصوت ديال الراجل الاخر، الراجل الاخر ما بغاش يبان في الصوره. اش قال له؟ قال له واش المهداوي مول موقع بديل؟ جاوب هو، قال هو هذاك، هو هذاك مول موقع بديل، عقله مول موقع بديل. ولك خدام. هو هذاك اللي كنت تهضروا معاه زعما قلت لكم النيميرو بيرسونيل ديالو. قال لهم عافاكم عام تجبدوا سميتي انا معاه، هو راه ما كيحملش الامور الدينيه. علاش؟
كيعرف واحد جوج الناس كانوا معايا خدم 15 يوم على ما قال هو، كانت العقل هو المغاربه على النقاش ديال الشيخ والشيخه، كان خرج لي واحد خينا خدم معايا 15 يوم بالضبط ودار موظف، دابا هو خدا ديك المعلومات من تما. شوفوا 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 بلاتي بعدا باش نكمل معكم هذا النقاش الزوين. شنو هو النصب في القانون الجنائي باش تعرفوا شنو هو النصب؟ يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 500,000 درهم. عقلوا ها أركان ديال جريمة النصب: من احتال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة. نعطيكم أمثلة باش تعرفوا شنو هي جريمة النصب. بحال مثلا واحد السيد جري على واحد السيد من الخدمة، هذاك اللي مشى من الخدمة اللي تطرد من الخدمة باغي يرجع لخدمته، كيقلب على أي طريقة، أنا محتال ونصاب، مشيت عنده قلت له غتعطيني واحد 5 مليون وغنرجعك للخدمة، ولكن قبل ما نمشي عنده ما معنى تاكيدات خادعه، لاحظوا النصاب اش كيدير. مشيت عند داك الشخص اللي خدام عنده بلا ما يقلق ومشيت وسلمت عليه، نقدر انا ما سلمت عليه ملي سلمت على داك المدير ديالو، واخا المدير ما كيعرفنيش بلا بيز وضحكت انا وياه، انت من بعيد ما كتسمعش كنقولو، كنقولو ها تشابهتيني مع فلان، هاد تشابهتيني مع فلان ما سامحاش الضحيه، ولكن ملي كيشوف الضحيه عن بعد تسليمه تيقول تيعرفو هادي هي كتوقع الضحيه في الغلط بتاكيدات خادعه. اكدت لك انني كنعرف ملي كنجي عندك كتعطيني 5 مليون كتعطيها ليا، كتعطيني ديك الخمسة المليون وفي الحال ما كنخدمش. إذن هذا هو الأركان: ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة. دابا هذا الشخص استعمل ديك المعطيات وهذاك الشخص اللي كان روج داك التخربيق ولا كيعرفهم، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير، بحال داك اللي وقع داك الخطأ كتستغل أنت واحد الخطأ داك الضحية، وداك النصاب كيستغل داك الخطأ لكي يوقع الضحية في شباكه ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصلحة أو مصلحة الغير المالية. إذن هاد السيدة اللي كيهضر معايا الأركان التكوينية ديال العناصر التكوينية ديال جريمة النصب متوفرة فيه. يوقع الشخص كنعرف بديل، كان معايا واحد الشخص خدا فيديو بغى المال في آخر المطاف، بغى المال. سمعوا خوتي المغاربة باش نكمل معاكم، سمعوا نكملوا واش كيقول. نقدر نصيفطهم ليه ما عرفتش والله، شفت شي طريقه نصيفطهم ليه انا بلا ما يعرفني بديك عباره انا نصيفط، نحاول نصيفطهم ليه انا هاد يوتيوب هادو ما عندوش كونت بحالكم. سمعتوا دابا واش قال الامور الدينيه باش هذوك الناس ما يفكروش يتواصلوا معايا؟ هو عزلهم بالمنطق الديني، هذاك السيد راه ملحد وردوا بالكم وراه ما كيصليش، وعلاج جبتو مع سيدي ربي ولا كيعرف. دابا المغربي ملي يسمعك كي بغيش يهضر معاك، اذا تعالوا عندي انا نتواصل معاك كنعرفوا، عطيو ديك الاسئله قريتكم ان شاء الله انتم ما تواصلوش معاه. شوف طريقه النصب كي دايره. ديري مشيت في باريس طلع لي مزيان، سمعتوا هادشي اللي جرى؟ مشيت جيت انايا انا وشكيب، بقينا دخلنا مره والحمد حتى شي قدام شكيب مصبر، قال لي سي مداوي مستعد نشهد لك داك الراجل ضاخ مزيان ما كاين باس. قال لي شكيب مصبر، قال لي حميد انا عارف هذا الشيء يستحيل عليها باش انا غادي. سمع خوتي المغاربه غنعيطوا، عيطت انا الحسن اليوسفي في تيفلت الحقوقي السي حسن اليوسفي صديق، قلت له حسن واحد النمره خديتها من عند واحد السيد عافاك، شوف لي من يكون هذا الشخص اللي كيهضر بسميتو. عاودت الحسن القصه قلت له اش كيدير اش كيدير كحقوقي؟ قال لي حميد ما كنقبلوش هذا الشيء، هذا الشيء هذا قال لي ماشي كيضرك انت، قال لي غيضر المجتمع ديال تيفلت كله، قال لي خصنا نعرفوا هذا الشيء، هذه جريمه خطيره جدا. حسن مسكين استنفر، انا عندي مشى حسن تلاقاه، من تلاقاه حسن سمعوا سمعوا احسن تسمعوا من عند حسن، حيت في الاخر نقول لكم علاش هذه القصه مهمه اخوتي، ماشي كترتبط بي انا وفقط. سي حسن. اهلا سي حميد. حسن رائع، بخير حسن؟ كيف حميد لاباس؟ الله يحفظك السي حسن بارك الله فيك. الله يبارك فيك خويا حميد. السي حسن انا بديت ديك العمليه ديك داك الموضوع ديال البارح ياك؟ اييه. انا درت واحد التوطئه وسمعت المتتبعات والمتبعين داك الشيء اللي وقع مع اما في المكتب ديال السي شاكيب مصبير بحضور داك السيد. الله يعطيك السر الى منور انت المتتبعين والمشاهدين، منين عيطت لك انا قلت لك سير تاكد شكون هو هذا السيد، شنو جرى بينك وبينه السي حسن؟ الله يعطيك السر. مرحبا مرحبا سي حميد. اولا سي حميد بالامس كما كتعرف انت وباش نوضع الراي العام في حقيقه ما جرى بالضبط، اتصلت بيا كتسول على واحد الشخص في مدينه تفلت اللي تواصل مع شي ناس ووهمهم على انه ممكن ان الموقع ديال بادي يتقاضى عمولات ماليه باش يطريطيني الفات ديال الناس، فسولتني باعتبار انا ابن مدينه تفلت واو كحقوقي
وبحكم الزماله اللي كتجمعني انا وياك. صحيح سي حسن. فقلت لي الله يخليك انت صديق ديالي، بغيت غير تاكد لي شكون هذا السيد هذا. انا بدوري كنت في نفس الموقع وفي نفس الوضع القانوني ديالك. كنت كنجهل هذا السيد هذا، ربطت به الاتصال. قلت له السلام عليكم بخير لاباس؟ قلت له خويا واش انت هنا في تفلت؟ شنو كدير؟ قال لي انا ودي كرياتور ديجيتال، تنصاوب لي باج بروفيسيونيل ديال لي ريزو سوسيو، تندير لا كرياسيون ديال لي سيت ويب. قلت له واش كتعرفني انا؟ قلت انا مدير ديال مؤسسه المغرب الانداء. قلت له واش كتعرفني؟ قال لي كنعرفك. قلت له واش ممكن نتلاقى انا وياك؟ مشيت تلاقيت انا وياه ايفيكتيفمون حدا المكتب عندي في الدارية في مقهى فرانكفورت. اييه تلاقيت انا وياه، قلت له واش انت هذا العمل اللي كدير مستقر مانصالي هنا في تيفلات ولا شنو؟ قال لي انا خدام مع واحد المجموعه عقاريه معروفه ديال الحاج الوردي. اها. قال لي انا اللي مكلف ليه بلا جيستيون ديال لي ريزو لي باج ديال لي ريزو سوسيو ديالو وديال لو سيت ويب ديالو. وراني ايفيكتيفمون في التليفون. قلت له واش عندك شي باج بروفيسيونيل ديالك نتايا؟ اها. قال لي هي. صافي طلعت على لاباج ديالو، شفت الصور ديالو، شفت عينه من ديك الاعمال اللي كيدير. وانا نمشي مباشره بغيت نتاكد من ذاك الادعاء اللي كيروج للناس ديال انه سبق لي خدم مع موقع بديل مده 6 شهور وانه ما بقاش كذا. شحال قال لك حسن؟ حسن اسمح لي هذه مهمه. نعم. شحال قال لك المده خدم مع موقع بديل؟ قال لي 6 شهور. نتمنى المتتبعين يعقلوا على هذه المعلومه. 6 اشهر. اها. انا حاولت نكون اوبجيكتيف معاه باش ما نظلموش ولا باش ما نكونوش اننا كنتحاملوا عليه ولا باغي نكذبوا عليه ولا شي حاجه. مشيت ما بغيتش نجبد له كاع بديل. قلت له واش سبق لك خدمتي في شي مؤسسه اعلاميه اللي معروفه؟ قال لي ودي خدمت في شوف تي في، خدمت في بي ان، خدمت في قنوات تلفزيون، خدمت في الجزيره، خدمت في واحد لابواط دو برودكسيون سميتها ابداع برودكسيون ابداع تي في. وجبد لي بالفعل شي امور كان كيدير لانيماسيون ديالهم ديال في واحد البلاطو اللي عندك ابداع تي في. فوصلت ليه انايا قلت له راه كاين مؤسسات كبيره، قلت له بحال موقع بديل، بحال هيبه بريف. وحاولت ندوز مع بديل بعض المواقع الكبيره. قلت له واش ما سبقلكش طونتيتي لا شونس في اتجاه اخر مع مواقع مستقله؟ قال لي لا. قال لي بديل سبق خدمت معاه 6 شهور وقع لي شنآن معاهم ومشيت. فتحفظ انه يكشف طبيعه النزاع اللي وقع داخل بديل. انا مباشره قال لي واش ما لقاش عندك الرقم ديال سي المهداوي؟ انا اتصلت بك فيديو. اييه. قلت لك سي حميد، قلت لك سي حميد هو السيد اللي تواجد معايا في قهوه. اييه. قال لي راه فاجئني، قلت لك راه فاجئني باللي راه سبق خدم معاك 6 شهور. وانا بكل صدق كان الهدف ديالي هو نبروفي لكل المتتبعين باللي راه هاد السيد هذا اللي تيقول انه خدم مع موقع بديل ها هو اونلي مباشره اون فيديو مع حميد. لقيت كنت اون غوت، كنت في لاكوندويت سايد. اييه. قلت لي السي حسن انا دابا غنعيط لك مباشره بحال عاتبني. قال لي لا ما كنتيش دير فيديو، ما بغيتش نهضر نتواصل معاه. قلت له انت خدمتي مع السيد 6 شهور راه عندك معاه علاقه. قلت له وكتقول للناس اللي راك ديجا غتوسط لهم عنده. قلت له وين البروبليم لا هضرتي معاه اون فيديو؟ كنظن ما كاينش مشكل. قلت له راه ما كنظنش كاين اشكال. قلت له حميد راه صديق ديالي. قلت له دابا انت كتستعمل ليماج ديالو في واحد الاتجاه اللي ماشي صحيح. قلت له خصك تكون شويه موضوعي. فناض مشى للقهوه. قال لي انا مشى. عاودتي انت ايفيكتيفمون ربطتي بيا الاتصال، قلت لي دوز لي هاد السيد راه ما كنعرفوش. لقيتيه مشى. لقيته مشى. شعرتك باللي راه مشى. قلت لك اودي هاد السيد راه مشى. الهدف من هادشي كامل سي حميد علاش انا البارح خديت الانيسياتيف معاك؟ اولا لانني ولدت فلت. ثانيا انا كنعرف حميد مزيان. حميد لو انه كان بغى يبيع ويشري كون راه ارشي ملياردير دابا في المغرب. كون حتى واحد ما يوصل لذاك الشيء اللي ممكن حميد يدير غير في القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه وزيدوا زيدوا زيدوا زيدوا. فانا بان ليا ليماج ديال واحد المؤسسه اعلاميه اللي عندها لا كريديبيليتي سميتها بديل انها توشى بهذا الشكل هذا المنحط. فاخلاقيا خصنا تزيدوا تسلط عليه الضوء. الله يحفظك يا حسن وشكرا بزاف. ومن جهه اخرى خصني توضع حد لهذه الممارسات ديال الناس اللي كيندسوا داخل الجسم الاعلامي كيسيئوا لهذه المهنه النبيله. الله يحفظك ابو حسن وشكرا لك سي حسن بلا حدود. شكرا يا حسن. تحيه سي حسن. تحيه. اذا كما سمعتوا اخوتي المغاربه دابا غنعرض عليكم المكالمه من بعد ما حسن دار معاه. غنجي للاستوديو هنا وغنتصل بهذا الشخص غنسمعوا منه اشنو كيقول ومهمه تسمعوه
نتمنى تكونوا عاقل عن القطط اللي تار مهمه. سمعوا خوتي المكالمه غتجري بيني وبينه. نتمنى وهي جاوبنا. لاباس سيدي بخير. صافا كي داير بخير؟ حقك ربي يخليك. انا معاك المهداوي. اي سيدي المهداوي بخير. اي لاباس. راه كان معاك حسن اليوسفي عيط ليا. وي. شنو كدير انت؟ شنو كتصاوب؟ انا نورمالمون خدمت كاميرا مان. اها. وخدمت جيستيون ديال لي ريزو سوسيو. اها. كي كرياسيون دي بيبليكاسيون هذا وديجا عندي دي بونس ديفلوبمون انفورماتيك. كرياسيون ديال لي سيت ويب. وشنو اخر؟ هو ريسبونسابل كوميونيكاسيون دابا اللي خدام حاليا. دابا في تيفلت خدام غير في تيفلت؟ دابا في تيفلت دابا راك تخدم مع. لا والله ما والله ما خدمتي في شي مواقع الكترونيه قبل؟ وي خدمت مع ابداع بروتيكسيون. كنت خدام انيماتور ديال واحد البرنامج ديال ابداع دوز كيشتغل في الناس المعروفين في المغرب في الويب المغربي. اها. وخدمت خدام معاه هو ريسبونسابل ديال الكوميونيكاسيون وجيستيون ديال الريزو سوسيو. مزيان مزيان. انا راه صاحب الدراري كانوا خدامين معاك. الله يا ودي نعرفهم. طلعت راك خدام معاهم قالوا لي كانوا خدامين معاك وهذا راه كنعرفهم. وانت علاش ما عمرك خدمتي معنا؟ انا كنت خدام معاهم هما كانوا كيعطيوني شي بروجي ديالك وكنت خدمت معاكم بحال قلتي فريلانس. لا انت عمرك خدمتي مع بعد عمرك خدمتي معايا؟ كنت معاكم ا ديستونس ما كنتش عارفيني زعما كون راه خدام معاكم. كيفاش ما فهمتش هذه الفكره؟ دابا كنخدم معاك. شكون هو سميتو؟ خدم معايا شي 4 شهور ولا كذا. وشكون هذاك خدم 15 يوم معنا؟ اي 15 يوم. هو انا كيعطيني مره مره شي حوايج ديالكم كنقدم شي كون. كيفاش بحال اش حوايج؟ مثلا الترك ديال الخدمه عندو شي حاجه خصها تمونطاج حاجه بحال ما كنتش كنعاونو فيها. لا واش كتسمى خدمتي مع بديل ولا ما فهمتش هذه الفكره؟ دابا انت كتسمى خدمتي معاه. وي اي خدمتي ماشي مع موقع بديل؟ لا مش مع موقع بديل. هاكاك حيت قال لي اليوسفي قلت له خدمت مع موقع بديل وشي. يعني يعني كانت شي حوايج ديالي كتدوز في موقع بديل كتسمى في الاراده جبت معاكم وصافي. كتسمى ديك بهاد المنطق كتسمى شحال خدمتي شحال المده؟ ماشي بزاف ماشي بزاف خدمنا انا وياه شي تكون شي شهرين بحال هكاك. شي شهرين؟ شهرين بالضبط. واخا اجي نقول لك السي وشنو كتعرف عليا انا؟ ما عمرك ضل كتعرف كدير المحتوى صراحه مؤخرا كنت كنقلب على الكونتاكت ديالك كنت كندي واحد الكليون خدام معاه ليلا. اها. كان خاصو عنده واحد المشكل مع الشركه العامه ديال المطارات. اها. وبغاك تهضر عليه. شكون هذا؟ وقال لي خلصك كلشي. كيفاش؟ قلت لك بغيت تهضر على المشكل ديالو مع الشركه ديال المطارات. هو عنده شركه ديال الصيانه ديال الطائرات. اها. هما في قانون المنافسه اللي كاين في المغرب كيشاف باش انه في المغرب ياخذ ذاك البروجي. وشحال قال لك كيخلص؟ شحال كيخلص قال لك؟ قال لي شحال يكون كيتخلص هو؟ قلت له انا الا كان زعما يقدر ما بين ثانيه وثانيه يمين ما عرفتش انا بالضبط. قال لي شوف لنا معاه كذا 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 سالمي مش بين سالمي ديميل. ها هادشي اللي كيعمل زعما كوم خديت واحد السبيزاسيونسور. شنو كيدير هاد السيد؟ شنو كيدير؟ هو عنده شركه ديال الصيانه ديال الطائرات. هو بحال قلتي كان شي لعاب هذا هو خدام كيدفع على هذا البروجي هذا ديال الشركه العامه للمطارات. اها. تقبل كاينه شركه وحده هي بوحدها اللي مسيطره على ذاك المارشي 30 عام هذا. داكور. انا ما عمري ما تلاقيت. لا لا عمرك ما تلاقيتش ما عمري شفتك كاع في حياتي. لا داكور واخا. لا شكرا كاين شي حاجه؟ لا بغيت غير نعرف معاه. قال لي قلت اليوسفي وقال وقع بيناتك تويا شي سوء فهم. قلت له راك خدمت معاه 6 شهور فهمتيني وكان معاك. لا واش ماشي اللي كاين في كازا؟ لا كيفاش؟ ماشي المهداوي اللي كاين في كازا انفا. اين دابا انت كتهضر على المهداوي اللي كاين في كازا انفا؟ وي. عنده شي موقع؟ وي تبع عنده موقع ولكن ماشي السميه اللي قلتي لي بديل واقيلا. لا شو سميت الموقع ديالو؟ ما بقيتش عارف بالضبط واش شي اونفا شي حاجه بحال هكا. لا وعنده موقع الكتروني؟ نو ما عندوش موقع الكتروني عنده باج وشي فيديو. وتا هو خدم معاه؟ تا هو خدم معاه. ماشي المداوي اللي تسير المداوي اللي كتسير في فيسبوك وهذا. ماشي انا؟ وي كيكون شي اللي كدير لي فيديو في فيسبوك.
اييه ايوا ماشي انت علاش كنهضر هكا دابا شي العداوين مع راه الله ودي راه كنهضر على واحد ماشي انا لا ما جيتش لا ولاش وصيت هو ما فهمنيش بالضبط هو ما فهمنيش بالضبط غير بكرا حسن اليوسي ما فهمكش حيت اول لقاء بيني وبين اليوم ما عرفكش كتهضر ما صوناش عليك قدام انت وياه صونيتو عليا وهضرت معاكم ولكن ما عرفتش انا واش انت هذاك راه قال لي انت جالس انت وياه قبيله وصون عليا السي حسن وهضرت معاه وقال لك ها هو المهدي وراك لا ما وريتش الصوره ديالك لا دابا كاين شي واحد خو سميتو المهداوي حميد عنده موقع ماشي المهداوي حميد سميتو المهداوي عبد اللطيف المهداوي عبد اللطيف وي واخا عطيفط لي الرابط ديالو نشوفو كي داير واش كاين شي بروبليم صح لي لا بغيت غير نفهم وصافي الله بغيت غير نعرف لا 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 ما طلبتليش 5000 درهم اسي انا قلت ليه الناس لي زونفلونسور اللي كيخدموا فهاد النوع ديال لي كونتوني كيطلبوا ما بين 5000 حتى 10000 ما طلبتليش حتى حاجه انا قلت ليه قال لي انت هو قال لي كون باسي باش نهضر معاك انت وابخي هو اللي غادي يهضر معاك انا بيني زعما ما غاديش يكون بيني وبينكم داخل انتوما هو غادي يشرح لك غادي يصيفط لك لي زيبروف لانه عنده واحد المشكل مع هذيك الشركه غادي يصيفط لك لي زيبروف كاملين لانه كيدفع وكذا وكيتم الاخفاء ديالو وكذا 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 شحال الطلب ديالكم شحال كذا ماشي بيناتكم انا ما عنديش علاقه دابا خليتيني انا مني ليهم نتفاهم معاهم انا زعما قلت لك انا قال لي تبرولنا في الكونتاكت ديالك فهمت فهمت بس انا نعطيهم الكونتاكت ديالك ونهضروا مع داك الشيء بينكم وبينهم وشنو قلتي لهم انت؟ بالنسبه لي وي قلتي لهم انا نقلب على الكونتاكت ديالك هادشي قلت لهم انا ندخل دخلت للباج ديالكم ما لقيتش صراحه الكونتاكت لقيت الايميل ديال بديل قلتي لهم انا عبد اللطيف ولا حميد؟ لا ما كندويش على السي حميد الو استاذ شوف 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 اسمعني هاد المكالمه هذه راه كتسجل هي باش تعرف تكون على بينه انا هذه راه حلقه دايزه والمغاربه غيشوفوا لانك ساتي ليا باش تعرف ساتي ليا بزاف 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 استاذي شوف اسمعني الاستاذ انا بيني وبينك المحكمه اسمعني نقول لك بيني وبينك المحكمه المهم انا غنمشي للمحكمه ولا ما كنت ماشي انا سيدي عندك حق دير شكايه انت انا غندير الشكايه ديالي اسمعني ما كاين باس تقدر تكون انا مستعد نعوضك على الضرر انا غنمشي للشكايه ولا تحفظت لك دير شكايه كيديه ومحققت ماشي غير تعاوني الضرر انا بين كليس انا اصلا كنعرفك وانا كنهضر عليك ما كاين باس انا دابا سيدي عندي كنحتبر راسي تضررت غنلجا للقضاء انا ما نديرش العداله الخاصه كاين الدوله الحمد لله كاين القانون في البلاد إذا لقيتي راسك مظلوم المحكمة تاخذ البراءة أو ادعي لي من بعد نعوضك صافي؟ ممكن نهضر عادي؟ أيه تفضل أسيدي دابا أنا غادي نهضر عليك وأنا ما كنعرفكش دابا اسمعني نسوقك عسوق دابا شوف أنا ما قلت لك والو أنا وقع لي ضرر كنعتبر راسي متضرر اسمع لغة القانون كنهضر لك بها أي شخص يعتبر نفسه متضررا ما كياخذش حقه كاين قضاء بيني وبينك أنت غدافع على راسك بوسائل إثبات اللي عندك لقيتي راسي تجنيت عليك وشهرت بك في هذه الحلقة عندك حق ترجع عاوتاني وتاخذ الضرر تعوض ما عادي ما فيها باس أنا حسن مشيت نتلاقاك ندابز أنا وياك راه كاين دولة كاين قانون يعني انا واش عرفتي انت الضرر اللي لحقتي للناس انا الحمد لله دابا الصديق ديالي عيطتي قال لي حميد انت راجل مزيان ماشي دير هادشي وتصوركم ما سقش اخبار وانت خدام وقاس كتفر عليا في الصوره ديالي قدام مغاربه اسمعني الو استاذ انا هتصور... اسمعني اسمعني انا راه اسمعني عكا راه متي وصم انا ضربت عليه الحبس لسنين باش نبقى نقي والله يعطيك الستر اخويا انت دابا كتضر الناس ماشي انا غير حصلت ربما انت اسمع لي ضريتي لي سمعه الاستاذ انا راه نموت على سمعتي اليوم واش كتعرف انا سمعتي مشيت على الحبس عارفه 30 علاش دوزتها على السمعه عارف باش نبقى راجل وعاد جيت انت في اخر ايام تبيعوا تشري في ظهري راه وصلت ديالك راه وصلت حتى لعندنا راه حنا كنتفرجوا فيك انا ما يمكنليش نهضر عليك وانا والمهم اخويا بيني وبينك المحكمه هذا اللي غنقول لك تهلا في راسك بيني وبينك المحكمه علاش واش من صافي غندير شكايه ودافع على راسك ما كاين باس اسيدي اسمح لي شفتوا خوتي المغاربه على بشار شفتوا على بشار تصور اخوتي المغاربه انت عايش بحال هكا والانسان جالس كيسالك وكيضرك وانت ما عارفش تصور بحال هذه يكونوا بزاف مثلا علاش هاد الحلقه اثرت
يعني نخدمها ولو انني ما كنبغيش نهضر على راسي في هذه القناه، ما كنبغيش قليل ملي كنجبد الميل ديال الدبابه العبره كاين هي تكرر القضاء على الهدف ديالي. ما انا كنحاول ما امكن نتجنب الحديث على راسي ولا دائما، ولكن شنو هي العبره من هذا الشيء؟ انا نقول لكم العبره من هذه الحلقه شحال فيها من المهمه. الاولى وهذه مهمه بزاف، عدد من الناس كينصبوا على ظهر عباد الله. غنتلاقى واحد القاضي مؤخرا، القاضي صدفه لقيته، السلام سي مداوي بخير كنتابعوك مزيان مزيان تبارك الله عليك داك الشيء اللي كدير مزيان، نقسم لكم بالله اش غايقول لي. قال لي واحد النهار قال لي حكمت واحد الميل فيه شي 4 المليار ولا شي 3 المليار، شي 4 المليار ولا 3. قال لي غدور ليا، قال لي غنتلاقى واحد السيد. داك السيد شنو غايقول له؟ قال له غنتلاقى واحد السيد قال له داك القاضي راه خدا في داك الملف 100 مليون ولا 200 مليون شي وقت. قال لي هذاك الشخص اللي سمع 200 مليون وكيعرف القاضي؟ قال له يستحيل. قال له ذلك القاضي كنعرفو نزيه، والله ما يدي منك ريال. ملي غيتلاقاو السيد كيلقاو داك الشخص غير نصب، قاضي لا علم له. قيسوا على هذه، ما كنقولش القضاة، كاين بعض القضاة سامحهم الله، ولكن تاكدوا كاين في عدد من الناس المصريه كينصبوا باسم القضاة. كيجي لك الجلسه كيتصنت كيشوف المرافعات في غادين، وبحكم تجربته نصبه واحتياله وكفاءته كيولي عرفت الحكم في غيمشي، كيتصل بالسيد تيقول لك عارف القاضي وكيعطيه السيد الفلوس. تصور مثلا دابا شحال واحد نصب باسم قاضي، شحال واحد نصب باسم طبيب، شحال واحد نصب باسم صحفي، شحال واحد. دابا علاش هاد الحلقه مهمه؟ انا خوتي المغاربه كنقول لكم هنا مادام جاب الله هاد الفضيحه، راه انا ما عمري طلبت من عند شي واحد شي فلوس وما عمري تبزدت في شي ملف. هاد الموقع ما كيتلقاش فلوس اخوتي المغاربه، هاد الموقع كيعيش بالكفاف، عنده الموقع ديالو اليوتيوب المداخل ديالو. وسبق لي قلتها لكم في مناسبه ولي الشرف، منين كنزير ما عنديش المداخل ما قدتنيش ولا شي ظروف ما عرفت فين دخلت فيها، عندي اصدقاء ديالي ناخذ معندهم نتسلف نرجع لهم، ما يبغوش ياخذوها ولا احيانا ياخذوها، هذا شان. عندي صحابي، عندي صحابي محدودين، ويجي بعض البشر والله الذي لا اله شكون ما بغى يكون والله ما نتعامل معاه، ولا ما كانوش دوك صحابي بالضبط والله الا دقيت شي باب شي واحد اخر. عندي صحابي محدودين، عندي صحابي محدودين، واخا نكون كنموت عندي صحابي محدودين وعندي المدخول ديال اليوتيوب. اذا ها هي رساله اخوتي المغاربه، اي واحد ينصب مع ينصب يجي يقول لكم مهداوي فراه نصاب، وكنتحدى وانا ما كرهتش هذا الشخص اللي جبد في تيفلت، اي واحد تار الاسم ديالو معايا بغيته يخرج يفضحه خاصو يخرج يهضر، واي واحد جبد موقع بديل كما بغى يكون طبيعته اخوتي المغاربه خاصكم تصدوا له وتعرفوا هذا راه كذوب. هذا الهدف الاول. هدف ثاني مهم من هذه الحلقه هو المواطنين. حنا في هذا المغرب كنهضروا بزاف على المخزن وعلى الدوله وعلى السلطه. سبق لي قلت لكم في مناسبه اخرى ان الفساد في المغرب ناساقي. المشكل ديال الفساد في المغرب انه ما مركزش بلاصه واحده، عندك بعض دوائر السلطه، سياسيين بعضهم، برلمانيين، والمواطنين. دابا هذا المواطن نبداو بهذا، تصور على حساب روايته، ياك انت كتصاوب الصفحات والمواقع، وهذا الولد شاب بلشتي في وجهه تحشم حتى تنشر له صورته، علاش انا ما بغيتش نادي له ديك الخطيبه ولا ديك حياته نشر له صورته؟ رغم انني عندي كل حق نشر عليك اللي بغيت، ها تشوف باش تعرف انا شكون انا باش تعرف نشر عليك اللي بغيت. ها الصحافه الماده 2 من القانون 89/13 مهنة جمع الأخبار والمعلومات والواقع، نجمع لك المعلومات والصور ديالك وحياتك، مهنة ديالي دايرة بحالك هو كنجمع الصور، ولكن راعيت لديك ما بغيتش نخسر لك ديك حياتك الشخصية. ثانيا اسمع مزيان، حتى في المعطيات الشخصية خصك الرضا من عند الشخص، ولكن حنا الصحفيين ما عندناش. قال غير أن الرضا المادة 4، غير أن الرضا لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية. بحالاش نمشيو للأخرى المهمة، الاحترام التزام قانون يخضع اليه، الحفاظ على المصالح الحيوية لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام. حنا الصحافة كنديروا مهمة تدخل ضمن الصالح العام. انا هذه المادة هذه راه ماشي غير على راسي، كنبه الشرطة في تيفلت، كنبه النيابة العامة في تيفلت، كنبه المجتمع، كنبه المجتمع من وجود واحد المجرم مفترض. حنا سيدي نحترموا راسنا. اذا لتنفيذ مهمة تدخل في اطار المجتمع. انا دابا كنعالج معطيات شخصيه لتنفيذ مهمه اللي هي الصحافه، الصحافه تخدم المجتمع. نجي كاع حتى الماده لا بغيتي 6 حدود الاخبار، ما نخبركش كاع، لا يطبق الحق في الاخبار النص عليه في الماده 5 لمن على معالجه المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزه حصرا لاغراض صحفيه. دابا انا كندير هذه المعطيات لاغراض عاوتاني الصحفيه وبلا ما ندخل. عندي واحد ويسهر والماده 17 يسهر مدير النشر ويتحقق من الاخبار ومن المعطيات، لان احنا عملنا شبه قضائي الصحفي.
جاتني واحد الفرصه بعد المره كنهضر على القضاه وانا كنبغي عاوتاني كاين اشياء جميله مره نذكروها نفتخر بقضاتنا. عندنا بعض القضاه رائعين اخوتي المغاربه، عندنا بعض القضاه وما اكثره والله تتفتخر بهم المملكه المغرب. من جبنتهم هذا القاضي كنجبدو مره الجباري، تصوروا قبيله كنهضر مع واحد المحامي قال لي حميد واش شفتي واحد القاضي الجباري؟ قال لي كنا كنناقشوا نويا هذا الموضوع، قال لي انا غنصيفط لك واحد الحكم رائع ديال القاضي الجباري هو رئيس نادي قضاه المغرب. قلت له صيفطوا لي شوفوا شنو فيه. هذا القاضي الجباري حكم على ذاك الرئيس ديال جامعه السي الطيبي اللي لقاوه برشوه، وشي واحد صوروا بالتليفون وكذا الدفاع ديال داك ديال ديك الجباري مع تنشر فيسبوك قالوا ما عندوش حق يصور وما عندوش حق وما عندوش حق. لاحظوا ملي يكون عندك قاضي فنان، راه قلت لكم واحد المره كاين القانون وكاين روح القانون، وقلت لكم واحد المره راه العداله ما كتوجدش في النصوص، كتوجد في ضمير القاضي. راه الا عندك قاضي فيه خوف الله وعنده ضمير حي واخا يكون النص معنكش القاضي كيطوعوا وفق الحقوق الناس، راه الا عندك قاضي سوقو خاوي وتافه ومرعود ويكون النص ها هو حقوق المت يبقى يعوجوا لك وحيتو ولا كذا وراه ما عرف كيفاش، وما بغيتش ندخل في شي تفاصيل اخوتي المغاربه، يدخلك في شي حوايج ما تبقاها كتشوف ويجبد لك كذا، ولكن ملي يكون عندك القاضي مزيان. علاش كنقولوا القاضي هو اهم حاجه في العمليه القضائيه؟ هذا القاضي الجباري ملي جاب له ذاك القاضي ذاك الدفاع وقال له التصوير والتسجيل، شوفوا واش غيجيب له، جاب له اتفاقيه ديال ملاحظه الفساد اللي مصادق عليها المغرب وخارجه في الجريده الرسميه، ودار واحد التفسير رائع الماده 447. هذيك الماده 447 وانا بصيف بهذه الحلقه، ها الحلقه علاش مهمه اليوم؟ انا كندعو المشرع المغربي يعاود النظر في 747. نقرا عليكم بعدا شنو كتقول 747 باش تعرفوا فين كنهضروا. الماده 747 كتقول لك يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وغرامه من 2000 الى 20000 درهم كل من قام عمدا وباي وسيله في ذلك الانظمه المعلوماتيه بالتقاط او تسجيل او بث او توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها. طبعا هذا النص ما كينسحبش على هذه الحلقة ديالنا، الحلقة هذه كيقول بحالاش واحد قاسه ومرته أمور حميمية، ناس كيهضروا شي أمور خاصة، حياة خاصة، جلسة خاصة، سرية، ماشي في أحيان ماشي كتضمن أفعال مخالفة للقانون، اللي كتضمن أفعال ما عندهاش علاقة بهذا النص. هذا القاضي في الزوين شوفوا التفسير اللي داير لهذا النص وريب لذاك الدفاع، سمعوا شنو يقول القاضي؟ ممكن يكون عندك قاضي رائع. وحيث انه بتامل المحكمه في مقتضيات هذا الفصل يستشف ان المصلحه المراد حمايتها جانبي المقتضى هي خصوصيه الاقوال والمعلومات الصادره بشكل خاص او سري اما بمنع التقاطها او تجريها بغرض الاحتفاظ بمضمونها عند غير من صدرت عنه واما بمنع بثها او توزيعها بين الاغيار من عموم الناس بعد ذلك الالتقاط والتسجيل. طبعا ما كنهضروش على الصحافه، حنا كنهضروا على المواطنين لان الصحافه قانون خاص. وحيث اسمعوا المغاربه هذا القاضي شحال رائع، جيب لي هذا التعليل، وحيث انه انسجاما مع ما ابتغاه المشرع من هذا المقتضى فان حمايه خصوصيه تلك الاقوال والمعلومات تسقط من وجهه نظر المحكمه كلما استجمعت 3 شروط متضافره فيما بينها، وهي ان يتم التقاطها او تسجيلها من قبل من كان طرفا فيها بحال دابا حنا طرف فيها وصحفي وليس الغير، وان يكون ذلك بهدف تقديمها للقضاء، طبعا غادي تمشي للقضاء الى جانب كما قلنا اغراض صحفيه المحتويات الشخصيه، كذلك اسمعوا اخوتي المغاربه كدليل قضائي لبسط سلطه هذا الاخير عليه، ثم ان تكون تلك الاقوال والمعلومات في ذاتها فاقده للشرعيه مخالفه للقانون. ما تقولش اسمعوا المغاربه حياه خاصه كذا كذا كذا، حياه خاصه ملي كتكون عندها الشرعيه، كلام مثلا انا موظف جالس، الناس جالسين في الترامواي وانت كتسجلهم، الناس كيهضروا في الطوطور وتهضر خاويه ولا في التران ولا في كذا، ولكن الناس كيكونوا يتآمرون على أمن الدولة ولا على جريمة من الجرائم، هذه الأقوال فاقدة للشرعية ومخالفة للقانون، حي الله هذا القاضي هذا الجباري. أنا كنتوجه للمشرع في هذا الشيء، شتي هذا النص هذا بعدا يقيد محاربة الفساد، شتي واضعه نقسم لكم بالله وقلت لكم في مناسبة أخرى، ما كاينش الخراب ديال هذه المملكة المغربية قد السياسيين، حيت علاش؟ واخا حنا المغرب كنتقلقوا من راه ما كنضركش على واحد غير فهموا العملية، دابا حنا كنتقلقوا من الوكيل الملك ومن القاضي ومن العامل ومن الوالي ومن القايد ومن البرلمان، مزيان كاينة بعضهم، ولكن اش نشوفوا أصل الجريمة منين راكبة؟ الوكيل ولا القاضي ملي كيبغي يطبق عليك يطبق عليك واحد النص قانوني، هذاك النص فين تصاوب؟ تصاوب في البرلمان، إيوا صافي. إذا جميع القوانين اللي كنتأداو بها كتحمي الفساد أو كتدافع على الفساد أو عقوبة صغيرة، راه أصلها غرفة البرلمان، غرفة البرلمان شكون؟ السياسيون. هاد السياسيون واش متحكم فيهم؟ هذا نقاش غندخلو فيه إيديولوجي، ولكن ظاهريا كنهضر أن الإجرام يقع في البرلمان.
لان كنتحكموا حنا في المغاربه على القوانين، قوانين الملكيه، قانون الضرائب، كلشي كيخرج من البرلمان، حياتنا هي البرلمان. هذا القانون شكون دوزو؟ كيما القانون ديال عدد من الحوايج، دابا رجع على السول، راه اخطر القوانين كدوز في البرلمان والمغاربه ما كاينش، حيت ما عندناش متابعه وما عندناش مواكبه. حتى كيجي المغربي تيقول لك وفرضوا عليا ضرائب، ورا داز القانون فيك انت، اراضي السولانيه، ورا داز القانون فيك انت، الاراضي، عدد من القوانين كتخرج دابا وكاين اللي غيكون عندها مشاكل في المستقبل. والناس ما كيتبعوش، الناس حاضرين ما كاينش نقاش وسط المغرب ما مواكبنش المخاطر اللي كدوز من القوانين، كيلهيونا بالصداعات والقوانين غازه كدوز. هاد 447 المغربي شكون عايش شكون يبغي يحارب الفساد؟ بحال دابا نمشي لكم 445 من القانون الجنائي، والعداوة هاد النص لاش 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 هاد النص وشو العقوبة ديالو بالداش؟ يلاه كيقول لك نحاربوا الفساد مكافح، دابا المغرب مصادق على مكافحة الفساد، المغرب داخل في استراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من 2015 ما عرفش فوكاش عاد سالي باقا كاع ما عرفش نهايتها، المغرب داير الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، المغرب خطابه الرسمية كاملة كيهضر على محاربة الفساد، أنا نشوفوا المغرب يبغي يحارب الفساد 445 اش كيقول لك النص؟ 405 إذا من أبلغ بأي وسيلة كانت وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائي ولا الضباط أو الهيئة المختصة طف طف طف، كذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضدهم أو أصحاب العمل يعاقب بالحبس من 6 شهور حتى 5 سنوات. جنحة تأديبية. دابا بغيتي تبلغ على شي رئيس ديالك شو دار شي حاجة، ما عندكش وسيلة إثبات، تقلبت عليك، علاش المغاربة ما كيبلغوش؟ هذا النص يقيد محاربة الفساد، هذا النص ضد الاتفاقية لسان المغرب وضد الدستور. ضد الاخلاق. على الاقل الوشايه الكاذبه دير لها غير واحد 6 اشهر، دير لها غير واحد 4 اشهر، حتى بنادم لا جاي يحارب الفساد وغامر وطاح ما كاين باس، ملي كدير له 5 سنين تيقول لك انا غدا غتقلب عليا القفه. 264 وسبق لي قلتها، نفسه حتى هو التبليغ على الجريمه الخياليه، مشيتي بلغتي نعم سيدي السلام عليكم السلام، بغيت نبلغ على واحد الجريمه، زيد في البلاصه يقول لك يعتبر اهانه ويعاقب بهذه الصفه قيام احد الاشخاص بتبليغ السلطه تعلم عن وقوع جريمه، يعلم بعدم حدوثها. انا شفت واحد السيد قدامي كيسرق. شفتو ما عنديش وسيله اثبات، شفت موظف قدامي كيضرب سجين كي غندير لها؟ ما عندي كاميرا، واش كيشي سجين عايش يشهد لي في البلاصه؟ جريمه خياليه. علاش هاد النصوص يعني بهاد؟ علاش كنقول خاص اعاده النظر في هاد السؤال؟ علاش الناس ما يصوروش التليفونات؟ تحيد حنا الصحافه ما عندنا مشكل، حنا عندنا الحق ديال، لا كنهضر على المواطنين المجتمع المدني. علاش علاش انا علاش علاش انا عجبني داك النص ديال، علاش عجبني النص ديال داك القاضي؟ هذاك القاضي شنو كيقول في واحد لابارتي؟ سمعوا المغاربه سمعوا. وحيث ان مما يزيد هذا المنحى التفسيري خصوصا فيما يتعلق بالفعل يشكل مظهر مظاهر الفساد كما في نازله الحال هو ما كرسته الفقره د من البند الف من الماده 13 من اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد والمصادق عليها من طرف المملكه المغربيه، اذ كرست ضروره احترام وتعزيز وحمايه حريه الافراد والجماعات في التماس المعلومات المتعلقه بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها شريطه مراعاه حقوق الاخرين وسمعتهم وحمايه الامن الوطني والنظام العام وصون صحه الناس واخلاقهم. علاش كيعجبوني القضاة؟ انا بعض المرات كنت في البقري قلتها، تيكون عندك شي حكم قضائي عامر بايات الله، عامر بالقران، بالاحاديث، عامر اتفاقيات، عامر بالشهادات القضائيه المصريه الفرنسيه الدستور القانون، كتحس بالحكم حتى انت لدنتي كتكون شبعان. ماشي بحال واحد الحكم باغيش نجيب دورك طولت فيه الهضره راه كيطلع لي الدب وحيتو جريمه شكليه با ما كتحس لا باجتهاد لا باغي تقرا لا باغي تفهم لا والو، كتحس الحكم جاهز غيطحنوك. دابا شوف هذا القاضي مشى الاتفاقيه وشوف كيفاش كيقنعنا. اذا هذه الاتفاقيه اللي صنع المغرب كتقول لك ايوا علاش المغرب؟ دابا انا مشيت للباركينغ كيجي لي واحد تيقول لي خلص لي 20 درهم كلمة جوج جبد موس وضربني ولا ضرب شي واحد، كان عندي نوثقها. علاش ونصور هذاك راه نصور بوجهه وبمنخره وبعين، علاش السلطات دايرة هاد التقييد؟ باش ما نحصروش الفاسدين في المستشفيات والأطباء بعضهم والقضاة بعضهم والمحامون بعضهم والبرلمانيين. شوفوا المنحة ديال المشرع، كيما ذاك الإطراء من غينا لك هذا. دابا أنا جالس كنهضر مع شي واحد في الباركينغ خسر معايا الهضرة ما نصوروش. دابا هذيك الجريمة اللي عقلت عليها ديال الدار البيضاء. هذوك الناس اللي في دوك المبلغين عقلتو واحد المضللين ضلوا المركز ديال البوليس في الرباط، عطاو واحد المعطيات وخرجت الاداره المركزيه في الرباط خرجت واحد البلاغ طبعا على الحسنيه لان الاخرين ضلوهم دوك المواطنين. شكون ما كانش ذاك الفيديو وصورت ديك البنت ولا ذاك الولد هو اللي عطانا الحقيقه، كانت ضاعت والجاني غيفلت منها وضيع الحقيقه. هذاك اللي صور خصو الاذن. دابا ما خصك الاذن، كيفاش الاذن؟ دابا المجرم عنقول بحال دابا انا غنصورك غنسجلك وجد راسك باش تورط راسك. علاش الناس ما تصورش؟ علاش المواطنين علاش هذا الاذن وخاص الاذن وكيتخلى تصور ليا
الحياه الخاصه في بيت النعاس ولا دخل لدار الناس ويدخل للفيلا ديالو، دخل لطوموبيلته، دخل لعلاقته، صو هذه كلها حياه خاصه خاصها تحترم. ماشي يا عباد الله كيكونوا في فضاء عام وفيه جريمه، سيد جاي عساس على الطوموبيلات وكيقول له حط لي 500 ولا ودي يسبك، كي غدير توثق؟ مشيتي للمحكمه الشهود ما كاينش هما تصنتوا، شنو؟ وعندك تليفون وثقه ما تكذبش عليه وخلي القضاء يغربل. اسي وهبي اللي لا والفيسبوك وجي اسيدي خلينا نصور. ثالثا حينما اصبح الامر وتصدر القانون الجنائي كل من يملك هاتفا يصور الناس في حياتهم الخاصه ويخرجها للعلن باي حق. المواطن المغربي محصن في حياته اذا كان مارا او عنده مشكله ليس لها الحق ان تصوره او ان تخرج صورته أن تتحدث عنها في الواتساب، الآن هذه الفوضى الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تقف احتراما للأسر واحتراما لبناتنا وأولادنا وللعائلات كلها. أنا صارم في هذه الأمور، أنا يهمني أن المواطن المغربي يسير في الشارع وهو محترم، يسير في الشارع ولا أحد يتعرض له، يسير في الشارع ولا أحد يصور له، وإذا كانت له مشكلة لا يتم نشرها على العالم، كلنا نرتكب أخطاء، كلنا نرتكب مشاكل، أخير الخطائين يصوروا الناس ويسجلوا الناس، راه خاص التصوير وخاص تجي توثيق الجرائم. شكون اللي يفضح المغرب؟ شكون اللي يفضح الفاسدين قد الفيسبوك والتوثيق اخوتي المغاربه في هذه السنوات الاخرى؟ لاكو ما كان الفيسبوك والتليفونات كور عدد من الجرائم كور دار ما بغى، راه التليفون هو اللي يرضى عباد الله، راه التصوير والتسجيل هو اللي خلانا نجمع راس. العقوبه مهمه، العقوبه مهمه. اذا قلت هاد الحلقة هذه الغاية ديالها تنبيه الشرطة ديال تيفلت لهاد الجريمة، تنبيه النيابة العامة، الدفاع على المصلحة العامة تجاه هذه الأفعال الخطيرة، ثم تشريع إعادة النظر، خاص إعادة النظر في 447، إعادة النظر في 445، إعادة النظر في 294، وخاص دير شي خلية في وزارة الداخلية ولا فات، هيني سمعوا شي حاجة خوتي، وهذاك الشيء الوهبي ديال راه عباد الله راه كيزيد يكرس الفساد ما يدعو إليه وهبي. ثم نقطة أخيرة غنختم بها هو المواطن، المواطن ماشي سهل، أنا حتى ذاك المواطن اللي كان معنا ما تنتفقش معاك الشريف، أنا ما بغيش ندير الصوت ديالك ولكن اسمح لي نقولها لك أنت وغيرك، خاص الناس تكون فيها خوف الله، أنا الربح سيدي ربي والربح ضميري والربح الوطن ونحاربوا الجريمة، وخا نخسر ذاك الشخص وخا يكون مع عائلتي، حيت غتسأل أمام الله من رأى منكرا فليغيره ولا تكتموا الشهادة. حنا كنقولوا المغرب دابا انت دابا علاش جاي عند المهداويه الشريف؟ ضررتي بشي فساد من شي قنت وجاي باغي نهضر عليك، ايوا ها واحد فاسد حداك علاش ما بغيتيش تبان في الصوره ولا ما ناديش كما كيقولوا هو؟ وهنا كنستروا على الجرائم، علاش؟ واخا يكون خوك، واخا يكون باك، اسمح لي هذا راه كيأدي، يقدر يأديك انت يأدي اخر. دابا شحال من واحد في تيفلت غيتأذى من هذا الشخص؟ شحال من واحد غيتأذى منه دابا؟ وعلم الله شحال هضر بسميتي وشحال من لساني، هذه خاص يدير ربي مع شاكيب مصبر صديق. ربما ادي وشحال من واحد كادي عباد الله بهذه الطريقه، بالعكس خصنا نصبروا. دابا الناس كيقتلوني في المغرب باغي نغير وباغي التغيير، كتقول لهم واخا ضحيوا شويه باش نغير، لا ضحي انت المهداوي وضحي انت الصحفي فلان والصحفي وانت باغي الانسان اللي ياخذها غير فابور، ما باغي يخسر لا السمعه لا صحابه ولا وباغي المغرب يتغير، وباش يتغير المغرب؟ وعاونونا انت مواطن براسك، علاش باغي تستر هذا؟ علاش؟ إذا أنت كتخون ضميرك وتخون الله عز وجل وتجي عندي تهضر على شي واحد ظلمك في شي قنت آخر وأنت براسك ظلمتينا وظلمتي المجتمع ملي تسترتي على هذا السيد. إذا الأزمة في المغرب بنيوية، ها هو المواطن، هذا خدام وعنده صفحة وعنده ودير ليه زي راسه. تصور البشر الطمع، الناس كتخدم معاه ب 1500 درهم والله ما يحطوا يديهم على دير عباد الله. أنت دابا شاب في مقتبل العمر وعايش في التكنولوجيا وتجي وتهبط لك هكا بهذه الطريقة، وكيفاش كتشوف في المراية ملي كتشوف راسك بحال هكا؟ كيفاش كتمشط؟ كيفاش كتقاد اللحيه؟ علاش شتي اللحيه مطراسيه؟ كيفاش كتحس بالفخر كانك انسان وانت من داخل مخروق اخلاقيا؟ واش هذه طريقه؟ واش تبغي شي واحد يدير لك بسميتي؟ شتي تهضر بسميتي انا كتنصب. انا كنهضر مع هاد السيد وكنهضر مع عدد من الناس بهذه الطريقه، كيفاش تمشي تنصب؟ تجي سالا فلان كنعرفوه انايا وتهضر بديك الطريقه علينا حنا في مسائل، وملي عيطت لك السي المهداوي ولا ضيف، مابقاش المهداوي ملحد، انت دابا عاد تقول لي سيدي ربي كيفاش كنفكر مع الله؟ دابا هذا بشر هادو اخوتي المغاربه، هادو واش هادو دابا بنادم هادو؟ يأديك في اخلاقك وياخذ الفلوس ويدخلها في جيبه، وعلم الله كما قلت شحال نصب على. ومع كامل الاسف انا نبهت اخوتي المغاربه، اخوتي المغاربه هذا الموقع سمعوا يكذب عليكم شي واحد، هذا الموقع ما كياخذ حتى ريال، شي نهار شي واحد كيبقى هذه درتها شهاده عقلوا عليه، راه كينصب عليكم.
واللي عنده شي حاجه ينشرها عليا اخوتي المغاربه كيما بغي يكون طبيعي. وبغيت اي واحد ينصب شي واحد وعطاه فلوس هالعار هذه فرصه لما جبدوه وصيفطوا ليا نشروه. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.